نقص الفيتامين بسبب هر شعر، بسبب تلف بالبشرة، بسبب تلف بالأعصاب، بسبب الناس ضعف الذاكرة، بسبب وجع العظم بكل أنواعه بما فيهم جفاف أو طب الخشونة. دكتور، انا دلوقتي عشان محتاجه اعرف انا ايه الفيتامينز اللي قليله عندي او زياده، طبعا محتاجه ان انا اعمل تحاليل، طبعا ولا مجرد ان انا لاحظت ان شعري خفيف او كذا هلا في اروح اشياء اخد كذا؟ بشكل عام، في اشياء بشكل عام دائما المرأة اول شيء بدنا ناكل، من يعني نكون عم ناكل فواكه كتير، خضره كتير، انت بتصيري تعرفي حالك انه انا عم باخذ بروتين وعم باخذ احسن من طريق الحبوب يعني. بالضبط، احسن ما ناخذ حبوب. بس بشكل عام لما نحس عنا وجع بناخذ الفيتامين د، بناخذ، كل العالم بمجتمعنا العربي كله بشكل عام عنده نقص فيتامين د، لانه ما بنتعرض كتير للشمس، وخصوصا بالوطن العربي بتعرفي اللبس الحجاب بالخليج وبضلنا على طول مغطيين وملفلفين، الشمس كتير بتعطي فيتامين د وكتير مهمة للجسم، ما قد ما ناخد حبوب ما منعوضه يعني، من هيك بتلاقي عندهم هيدي المشكلة. هلا